يا رسول الله. أبو محمد يا الله، هاي حصة لحملكم ثواب سيد الشهيد. أبو محمد يا الله، السلام عليكم، هاي حصة لحملكم، وهاي العم الزمان اعطيها، هذا هم عنده مريض. اقرأ الفاتحة للسيد الشهيد سيد محمد محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، عائلة ايتام متعب. يا الله، تعي بابا اخذي هذا لحملكم ثواب السيد الشهيد سيد محمد الصدق. اقرأ الفاتحة لرحم الله والديك. هذا اللحم لأيتام علي بابا، أيتام علي، قول الفاتحة للسيد الشهيد. يا الله، هذول أيتام عدنان الله يرحمه. هلا بابا، أنت ابن من؟ ابن هاشم، تعال المن نقرأ الفاتحة للسيد الشهيد وليد السبع. هك يلا روح ملودش للسيد الشهيد. اقرأ الفاتحة السيد محمد محمد صادق الصدر. هاي اخر حصة للايتام. ابو لطيف، ابو لطيف، ابو لطيف، هاي حصة لحم الايتام للايتام. السلام عليكم. هاي الايتام ام الايتام، هاي شيلوها منا، جزاك الله خير. تعرفين اقاربكم؟ رحم الله والديك، جزاك الله خير. هاي حصه لحملكم بابا، خذوها يلا.